اسمي عمر حسين وأنا مع اللاجئين، لنؤمن أولاً أنه هو واجب علينا كأفراد بأنه ندعم ونساعد ونكون موجودين للناس اللي ظروفهم مختلفة عننا. ثانياً لأني ما أعتقد أنهم أقل مننا بأي شكل من الأشكال، مجرد ظروف مختلفة. لو أعطيناهم فرصة حنطلع حنقدر نشوف إمكانياتهم وقدراتهم اللي حترجع بمردود إيجابي علينا وعلى مجتمعاتنا. شكراً.